وفي إطار مبادرة شبابية مجتمعية، شهدت غابات شتفينة في محافظة عجلون حملة تنظيف مخلفات مئات الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع. أنا بشتغل مندوب سياحي، بجيب سواح من خارج الأردن وداخلها بنورجيهم جمال الطبيعة في محافظة عجلون. للأسف الشديد بنواجه مشكلة كبيرة جدا، من غار على بلدنا، ومشكلة هاي كثير بنواجهها، كمية النفايات تحت الأشجار. فعليا بشعر بالإحراج، إحراج كبير جدا. أنا جايب سواح من خارج الأردن وداخلها مشان أورجيهم جمال الطبيعة، للأسف الشديد المواقع اللي بنزورها بنلاقي كمية بعضها كمية كبيرة هائلة من النفايات. كوننا فريق أنا وأصدقائي نحل هذه المشكلة. كل مواقع اللي بنزورها نعمل مبادرة يوم بالأسبوع وننظف كل مواقع اللي بنزورها مشان ما نشعر بالخجل مع قروبنا. طبعا أنا وفريقي كامل كل يوم بالأسبوع بننظف هذه الغابات. فعليا بننبسط جدا بس ننظف هذه المنطقة وكيف بتصبح، كيف بتغيير أول وبعدين كيف بصير، وبس يمشي معنا قروب انه احنا بنكون مبسوطين ونرجيهم جمال عجلون انها نظيفه. لكل حدا بيجي يشوي تحت الشجره اتركوا مكان نظيف وراك، غابه جميله تيجي بتشوي. طيب زي ما انت انبسطت في هذا المكان، استمتعت في القعده، خلي اللي بده يجي وراك يستمتع في القعده. لو انت شلت النفايات وحطيتهم بالحاويه ما راح تخسر اشي. لو كنا نبدا من نفسنا، انا وانت كنا نبدا من نفسنا بنحل هذه المشكله كامله. نحط ذنب على البلديه. أنا يومياً بشوف البلدية فوق 35 شخص بينظفوا هذه الغابات كل يومين ثلاثة، بس ما رح يلحقوا لأنه يوم جمعة يوم خميس يوم سبت ويك إند الناس كلها تنتشر في الغابات. تعال يوم بتلاقي ثاني يوم كله نفايات. هذه مشكلة لازم تنحل، لازم إحنا نبدأ من نفسنا. لو كل واحد شوى ترك المكان نظيف وراء ما رح نضطر حد ينظف وراء، لأنه خلاص الغابة رح تصبح نظيفة. مش عاد المهم عدد الأشخاص، المهم إحنا بننجز بنعمل بننظف. يعني لو كنا 3 4 5 نشتغل ساعة بنلاقي فرق كبير، إنه نظفنا كمية كبيرة وصارت نظيفة. وما أجمل النظافة، بس أنت شوف موقع للأسف شديد منظر يعني مش حضاري، بس يتنظف منظر فعليا بصير موقع جميل والغابة بصير جميلة. هذه المشكلة لازم نحلها ولازم كنا مع بعض نتعاون ونحل هذه المشكلة.